استاذ محمد مهدي، السلام عليكم. راجل مساء الخير، اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدينك الكرام. يعني نبدا بايه؟ كل سنه طيب الاول، عيد ميلاد سعيد يعني، وان شاء الله يعني عمر مديد ودايما في سعاده وخير. بعدين نبدا براحتك. ربنا يخليك يا محمد، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، شكرا لذوقك. معانا طبعا من البدايه السوشيال ميديا، يعني النهارده كان في بعض يعني الحاجات المهمه. كان رئيس تحرير برنامج زملكاوي كتب تويته كده على اساس انه يعني بيلقى على كابتن محمود الخطيب انه في حد جاب 62% على موضوع الثانويه العامه، انه في حد جاب 62% ومعهد تعاون وبيقول عليه اسطوره وبتاع. فيعني كان محمد سراج عضو مجلس الاداره دخل رد عليه رد قوي عبر السوشيال ميديا، وقال له كان في حد برضه مستشار عامل نفسه مستشار وهو ساقط واتفصل وبتاع وعادي، وفي واحد بيطلع تاني واحد على الفصل طول الوقت وعايز يعمل نفسه هو الاول الفصل فعادي يعني. فكان موضوع قوي يعني انه شغل دماغ السوشيال ميديا النهارده. الحاجه الثانيه برضه بخصوص يعني كانت تدوينه لمحمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص مراسل كان موجود في قناه النادي الاهلي في الفترات الماضيه، والان تحول بقى اصبح يعني رئيس تحرير برنامج في قناه نادي الزمالك. ومحمد سراج يعني ذكر واقع انه لما كان موجود مراسل في قناه النادي الاهلي كان وقتها الدكتور خالد توحيد عليه رحمه الله هو رئيس القناه، وانه الدكتور خالد توحيد خد قرار بفصله من قناه النادي الاهلي لانه زملكاوي، وانه الشخص ده تواصل مع محمد سراج شخصيا اكثر من مره عشان خاطر يطالبوا بالاتصال بالدكتور خالد توحيد الله يرحمه للعدول عن قراره وعودته مره اخرى لقناه النادي الاهلي، وقال ان هو كان متعاطف معاه وقتها ولكن ما خدش اي قرار لانه عادتهم في النادي الاهلي انه ما يعني في مسؤول عن المكان هو اللي بياخد قراراته، ما لهمش علاقه باللي بيحصل في قناه الاهلي سواء حد مشي او حد جه. فقال لما تدخل في القصه، ولكن وقتها كان صعب عليا وكنت عايز اتكلم له في الموضوع واتصل عليا اكثر من مره عشان يوسطني ولانه عشان يرجع شغله في الاهلي، والحمد لله ان انا ما اتكلمتش يعني بعد ما اكتشفنا يعني موضوعه يعني. انت وقتها كان شغال في الاهلي وشغال في الزمالك وشغال في ابو ظبي، خلي بالك انت الحقد اللي فيه الواد ده، انت تبقى عارف ان الواد ده اطرد من ابو ظبي واطرد من الاهلي في توقيت واحد، فواد يحمل سواد السنين، واد مقرف، واد معفن يعني، وبيكره الناس كلها، بيكرهنا احنا وبيكره الخطيب وبيكره الدنيا كلها مش اهلي بس، خلي بالك واد وسخ لابعد الحدود بصراحة يعني. هو يعني عامة بشكل عام يعني النصيحة لانه عضو مجلس الإدارة النادي الأهلي ما ينفعش ينزل للمستوى ده ويرد على حاجات زي دي يعني. والله أنا وأيدك. هو أكبر من كده، فإن هو يكبر دماغه يعني في الأمور اللي زي دي ما ينفعش ينزل على السوشيال ميديا للآراء والأفكار دي يعني. أعتقد دي وجهة نظري، هو حر طبعا يقول اللي يقوله ويكتب اللي بيقوله. هو بيذكر كمان واقعة حصلت معاه شخصيا يعني، ما بيقولش كلام من كلام يعني وخلاص، وبيقول واقعة حصلت معاه وإن هو تواصل معاه وقتها يعني واستنجد بيه عشان خاطر يثني دكتور خالد توحيد رحمه الله عن القرار ويعيده مرة أخرى إلى قناة النادي الأهلي، وإن هو يعني رغم تعاطفه معاه في الوقت الحالي في وقتها يعني، ولكنه لم يتدخل في القصة يعني. خلي بالك الكابتن إسلام الشاطر برضه كتب عليا من غير ما تقول اسمه والنبي يا محمد. كابتن إسلام؟ الكابتن إسلام الشاطر كتب على نفس الواد. الكابتن اسلام الشاطر النهارده كتب بوست على نفس الواد نفس القصه يا ريس. برضه هو الموضوع كله يعني بقول لك كان شاغل يعني حيز كبير من السوشيال ومحمد فاق ونفس الكلام اتقال يعني. لا لا لا، سوري مش الكابتن اسلام، محمد فارس. الايه؟ محمد فارس مش الكابتن اسلام، سوري. الكابتن اسلام ما كتبش عليه، محمد فارس اللي كتب. قال لك في واد كان شغال مراسل في قناة الأهلي وحاليا بقي زبون دايم في قناة سبيستون. يا ابني اوعى تفكر انك جامد بالكلام العبيط اللي بتقوله كل مرة، هو شغال كذب طبعا وإشاعات، ما هو ده بتاع إشاعات الكورونا، وده بتاع فايلر مش جاي، وده بتاع ان القناة مش طالعة، فاكر انت؟ وده بتاع الدوري مش هيتلعب. وساعتها احنا طلعنا بالليل وقتها وقلنا يعني موعدكم يوم الزينه يوم الاثنين. لا لا، سيبك من ان احنا مش بنرد عشان ندافع، بس احنا يعني دول بيتفضحوا
يعني زي لا احنا كنا اتكلمنا وقتها، لان احنا يعني كنا من اول ناس اللي اعلنا عن موضوع قناه النادي الاهلي وعن ظهور موعد ظهور قناه النادي الاهلي وخريطه البرامج في قناه النادي الاهلي. حتى لما حصل التاجيل من يوم الخميس ليوم الاثنين طلعنا وقلنا انه التاجيل بسبب الحدث الارهابي اللي حصل في سيناء، فعشان كده كنا متابعين القصه من اولها لاخرها يعني. فيعني الكلام كان يعتبر موجه لينا يعني، انه انتوا بتقولوا القناه طالعه وفي شكل جديد للقناه وخريطه برمجيه جديده، لما نشوف القناه هتطلع ولا لا يعني. طيب موضوع محمد الشرقاوي يعني كنوب منصفين، محمد نفى بدل المره مليون ان ما عندوش حاجه على تويتر، هل دي حقيقه؟ يعني انا من تواصلي معاه يعني الفترات الماضيه، هو اكد بالفعل انه الحساب اللي موجود على تويتر ده مش حسابه، انه حد يعني خد اسمه وعمل بيه تويتر، عمل حاسس ان هو يعني متفاعل اكتر مع الجمهور، وانه بيقول حاجات، فبالتالي انه اللي عامل الاكونت ده مستفاد انه بيبقى عنده فانز كتير وبتاع. فيعني هو حتى بلسانه قال لي كذا مره انه الاكونت ده مش بتاعه، ده اكونت فيك، حد عامله باسمه. وهو قال ان انا حتى ما خدتش خطوات يعني قانونيه ضد منعه، يعني سايبه براحته. وكمان هو كان يعني من كلامه كان بيقول ان انا بفكر ان انا اعمل حساب ليا لنفسي يعني، واوثقه عشان يبقى رد عليه يعني. لكن المعلومه اللي انا اعرفها ان ده مش حسابه الرسمي يعني، لان هو ملوش حسابات لا على تويتر ولا على الفيسبوك. وانا زيك بصراحه يعني، عشان ابقى منصف يعني انا اعرف. لا احنا بنقول اللي لينا واللي علينا يعني، بقول لحضرتك من كلامي معاه شخصيا قال ان انا ماليش اي حسابات لا على تويتر ولا على الفيسبوك، ملوش في علاقه السوشيال ميديا يعني خالص اطلاقا، ما بيشوفش اصلا ايه اللي بيتكتب وايه اللي بيتقال. قال انا اعرف ان في ناس كتير بتبعت لي بخصوص الاكونت ده، ولكن ده مش بتاعي، حد يعني عمل اكونت باسمي وبيشتغل عليه بينزل عليه حاجات من هذا القبيل، ولكن الحساب ده مش حسابي. وهو كمان قال ان انا مكبر دماغي، عشان كده ما خدتش اي خطوات قانونيه ضده يعني لمنع الحساب او غلق الحساب يعني. ده اللي انا اعرفه، لكن عمل الاكونت او لا، لكن يعني المؤكد تماما على حسب كلامه ان الاكونت ده مش بتاعه. طيب في موضوع تاني برضه، بيقول لك خالد الغندور هل فعلا استقال؟ كل يوم نسأل السؤال ده كله. والله الناس تقول لي لو سمحت خالد الغندور استقال، ده انفراد، اسالك يطلع ما فيش حاجه. لا، خالد الغندور لم يستقيل من قناه نادي الزمالك ولن يستقيل من قناه نادي الزمالك. طب اهو بس اخر الناس اللي بتسال تاني للمره المليون، خالد الغندور لم يستقيل من قناه نادي الزمالك ولم يستقيل من قناه نادي الزمالك، ولم يتواصل اصلا مع الشركه المتحده المسؤوله عن قناه نادي الزمالك للاستقاله من قناه نادي الزمالك. هو شايف ان هو شغل بالنسبه له، بياخد اجر عليه راتب كويس كل شهر بالنسبه له، فعمره ما هيستقيل من المكان، حتى لو حصل زي ما بيقولوا تهزيق ليه او حاجه على الهواء من رئيس نادي الزمالك، بيبقى فيه نوع من الغضب وقتها، ولكن لم يتخذ اي خطوات بخصوص الاستقاله من قناه نادي الزمالك. وانا فجرت مع حضرتك القضيه، قلت انه مش هو اللي عايز يستقيل، رئيس نادي الزمالك اللي عايز يمشي، انه ما عادش في حاجه ليه في قناه نادي الزمالك، مش عايزه في قناه نادي الزمالك، هو خلاص هو عايز يعتمد على طارق يحيى واحمد جمال في قناه نادي الزمالك، اللي هم اكثر شخصين بينفذوا كلامه حرفيا، مطيعين جدا لتعليماته وكل الكلام اللي بيقوله، حتى كل الحاجات اللي بيبعتها على الواتساب بيقولوها على الشاشه حرفيا يعني، بينفذوا التعليمات حرفيا طارق يحيى واحمد جمال. فبالتالي هو عايز يعتمد على الاثنين دول، بعكس خالد الغندور اللي في الفتره الاخيره بدا يكبر دماغه بشكل كبير، بدا يخش معاه في حاجات ان هو يرفض حاجات يبعتها على الواتساب، فما يرضاش يقولها على الشاشه، ضيوف معينه عايز يستضيفها رئيس نادي الزمالك خالد غندور بيرفض ان هو يستضيفها، وبالتالي يعني في خلاف بين الطرفين. وده اللي اكده رئيس نادي الزمالك في الجمعيه العموميه لما قال ان خالد ما بيسمعش الكلام عكس طارق يحيى واحمد جمال. فالعلاقه بين الاثنين في الاطار ده، خالد مستاء ولكن لم يستقيل ولن يستقيل، انه مستفاد ماديا، بياخد راتب كويس شهريا يعني، شايف ان هو يعني لو مشي من قناه نادي الزمالك دلوقتي صعب يلاقي مكان تاني يشتغل فيه، فبالتالي هيضيع على نفسه فرصه تمام مكان كويس شغال فيه، فما فيش استقاله لخالد الغندور. الاستقاله اللي هتحصل مش استقاله، ممكن يحصل زي ما حصل مع كريم حسن شحاته لما كان موجود في قناه نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك مشاه، فممكن طيب توصل لمرحله انه رئيس نادي الزمالك هو اللي يطرده من القناه مش خالد اللي يستقيل.
طيب بما انك بتتابع كل القنوات دلوقتي، جالنا ان الاستاذ مهيب عبد الهادي بيؤكد اللي احنا انفردنا بيه من شويه، ان بيراميدز دخل بقوه في صفقه رمضان صبحي. نسمع ونعلق، عندنا مهيب في اللعيب وعندنا سيف زاهر، كلاهما اكد نفس المعلومه اللي انا كنت اول واحد بقولها. اهو نسمع الاول مهيب، استنى بس نعلي.